السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم في سعيدة كوزين راح ندير معاكم بلا تقليدي. البلا هذا نديروه بزاف في الأعراس وفي الحفلات، اللي هو الرفيس، أو كما يسميه في مناطق أخرى بالزراوي. الرفيس هذا كان كل وحدة ولا كل منطقة كيفاه يديرو، كان يديروه بالفطير، كان يديروه بالكسرة المبسة. اليوم أنا راح نديرو معاكم بخبز الدار. نعطيكم المقادير باش نديرو خبز الدار. عندي كمية من السميد او الدقيق، نوعية مليحة. انا هنا تقريبا عندي 600 غرام. مغرف خميرة، خميرة الخبز، ومغرف سكر بهذا المقدار. بالمغرف هذه نحتاج كمية من الزيت، نحتاج بيضة، ملح، وماء دافي باش نلم به العجين. كما نحتاج كمية من الكاوكاو، انا هنا عندي 400 غرام. تقدري ديري جوز وتقدري ولا تقدري ديري اللوز، والكمية انتيا حرة، بغيتي ديري بزاف بغيتي ديري كيما هاك قل ولا اكثر. كل ما درتي المكسرات بزاف كل ما جا الزراوي تاعك مليح. نحتاج عسل، زبدة ولا مارغرين، ما زهر، وحليب. هادو من بعد تشوفي واش حندير بهم. نبداو بسم الله. اول حاجة نصب شوي ماء دافي على الخميرة، خليها تتفاعل. الملح على حسب الحاجة. الزيت دي تقريبا هذا الكاس، المقدار هذا تاع الكاس. هنا نديرو خبز دار عادي كيما اللي موالفه ديريه، والشي كي تجي طيبيه ترققيه خلاص السمك تاعو يكون رقيق، وتخليه يحمر مليح تقريبا يبس. نبلو بالماء، نلم العجين تاعي، نعجنو شويه مش بزاف، شويه برك، ومن بعد نخبزو. في الوقت هذا تكوني دهنتي البلا تاعك اللي راح تحطيه في الفرن، دهنيه بالزيت ونحطوا عليه هذه الخبزة هذه بعد ما نعجنوها، خليوها تتخمر شوية ومن بعد نرجع لكم. بعد لي يتخمر الخبز تاعي خبزته، وقلت كي تخبزيه لازم ترققيه مليح باش ما يجيش من بعد معجن، واش كيما الخبز دار العادي اللي نديروه متوسط. هذا ربكوه مليح ومن بعد ديروا له ثقبة هكا وندهنوا الوجه بالبيض. تكوني سخنتي الفرن تاعك لدرجة حرارة 220 درجة، بعد ما تدهنيه خليه يرتاح 5 دقائق أخرين ومن بعد نحطوه في الفرن. بعد لي يخرج من الفرن نخليوه يبرد شوية ومن بعد نرحيوه. بعد ما طيبت الخبز الدار تاعي خليته برد، دركا واش نديرو؟ دركا نرحيوه، نقصيه هكاك عشوائي. تفتي هذاك الخبز دار تاعك ومن بعد نرحيه بهذا الشكل كيما هاك، ومن بعد نحطوه مباشرة في الكسكاس. كي
كيما هاك دركا نحطوه يفور او يطيب على البخار ونرجع لكم بعد لي فار لي الرفيس تاعي صويره اللوبيا نحيه نحطه في القصعه هكا دركا واش ندير له نشربه بالحليب كميه الحليب هنا ما نقدرش نعطيك المقدار قد قد راح نحاول نبلك انا هنا نبدا بربع لتر ونشوف هنا لازم ديري بيدك كي يبرد شويه ديري بيدك باش تعرفي تزيدي الحليب ولا ما تزيديش دركا مانيش راح نزيد له سما درت له ربع لتر قد قد ربع لتر حليب نخليه يتشربوا شويه ومن بعد نزيد نعاود نفوره مره ثانيه حطيت الرفيس تاعي للمره الثانيه على البخار باش يفور بعد ما خليته يتشرب هذيك كميه الحليب 5 دقائق دركا نحيه ونفس الشيء نعاود نشربه بكميه من الحليب تكون اكثر من المره الاولى المره الاولى شربناه بربع لتر حليب المره هذه نزيدوا له شويه ما نبلوش هذا الرفيس مره واحده من التفويره الاولى نبلوه بشوي هكا نفس الشيء ونخليوه يتشرب هذه 5 دقائق اخرين ونعاود نفوروه مره اخرى مره ثالثه والاخرى حطيت الرفيس تاعي والزراوي ثالث مره يتفور شربته بالحليب مره ثانيه خليته 5 دقائق وعاودت فورته مره ثالثه هذه هي المره الاخيره نفوره فيها في هذه المره وفي هذه المرحله نشربوه بماء الزهر ماء الزهر نصبوا غير بشوي ما لازمش ترنخيه خلاص ترده عجين وما لازمش يبقى ناشف الرفيس هذا كان يشربه مره كان يفوره مره واحده كان يفوره زوج مرات انا نحب نفوره ثلاث مرات ونشربه هكا بشوي باش من بعد ما يشربليش بزاف ولا ما يحتاجش بزاف من بعد كميه الدهون الزبده ما نديرلوش بزاف من بعد هكا يكون صحي اكثر ويكون بنين كي تفوريه مره واحده لازمك بزاف كميه العسل وكميه الزبده وفي اغلب الاحيان يبقى ناشف دونك ندير بيدي باش نعرف اسكو نزيد له الماء الزهر ولا بزايد عنه سخون مثلا نزيد له شوي هكا بزيد له مانيش راح نزيد له درت له تقريب نص قرعه مش نص كامل مهم على حساب الدقيق تاعك لهنا انا عطيتك المقادير بالتقريب ما نقدرش نعطيهم لك قد قد هكا نخليه يتشرب ويبرد ومن بعد نكملوه بعد لي خليته تشرب كميه الماء الزهر وبرد لي شويه هكا نزيد له دركا كميه ديك تاع الكاوكاو اللي قلت لك عليها كميه تاع الكاوكاو على حساب الخبزه تاعك قداه المقدار تاع الرفيس راح ديريه هنا قلت لك تقدري ديري كاوكاو جوز لوز اي مكسرات ومن الاحسن ديريهم انا في المقدار هذا درت 400 غرام كاوكاو مقلي ومرحي كي ترحيه رحيه شويه خشين وهنا ما تخافيش كي يكونوا هاد يتعجن لك هكا رجعي نبول دوك نعاودو نرحيوه الوقت هذا نجيو نرحيو نكون وجدنا كميه من العسل ومن الزبده انا هنا درت 250 غرام زبده او زبده ودرت لها رطل العسل
دوك نحطهم على نار هاديه ونخليهم يذوبوا، ونرحي السراوي هذا تاعي او الزرير باش يرجعوا كل في نفس القوام. هنا عاودت رحيته باش نتخلص من هذوك الكويرات ولا كي تعجن لي كيما هاك بكل سهوله. كي تكوني تشربي فيها وتبلي فيه ما تخافيش، شربي نورمال وخليه ما تكون لك هذوك الكويرات نورمال. دركا وصلنا لاخر مرحله، دركا نشربوه بالعسل والزبده اللي كنا ذوبناهم. وتقدرت هنا نص رطل زبده درت معاها رطل عسل، حطيتهم على النار حتى نذابوا. درك انا هذه الكميه مش راح نديرها كامل، راح ندير قدامكم غير الشيء اللي نحتاجه. هذا اللي بقى تقدري تحطيه في الفريجيدار او الثلاجه، ولا بغيتي تحطيه في الكونجيلاتور او المجمد ديريه في دي ساشي وخبيه. كي تحتاجي تجبديه خليه دي كونجلا وذوبي العسل والزبده كيما وتغليهم وصبي عليه. ولا تقدري تفوريه ثاني كي تخرجيه من الكونجيلاتور خليه دي كونجلا تفوريه ومن بعد تشربيه بالزبده والعسل. ويلا حطيتيه في الفريجيدار او في الثلاجه عادي ما لازمش تخليه اكثر من سمانه، هذا اللي يفسد لك. كان شربوا بالشوي خلطي بالعين تشوفي اذا لازم تزيدي ولا ها، واذا ما قدرتيش بالعين تميزي ضوفي، ما لازمش يبقى لك ناشف وما لازمش انا يتعجن بزاف. كيما انا هكا بزايد هاو كيف يجي، كي ديري هاكي تلملك. نشوفوه مع بعض في صحن التقديم. زينت الترفيس تاعي بالمكسرات والزبيب بشوي حلوة، وفي الوسط حطيت كمية من العسل. كما نعرفون الناس أذواق، كاين اللي يحب الحاجة الحلوة بزاف كاين اللي ما يحبهاش، أنا الرفيس تاعي موش حلو بزاف. ونحط العسل في حالة ما الناس اللي تحب الحلاوة تزيد هكا. وهذا مجرد اقتراح، التزيين اختياري. وكما قلت لكم احنا الرفيس هذا نقدموه عادة في الافراح في الحفلات، ان شاء الله ربي يدومها عليكم وعلينا ان شاء الله، وتاكلوه بالصحة والهنا.